عاوز اقول لحاجة شريف، نقطة مهمة جدا في منبر حضرتك المحترم. من يتهم ان البرلمان ما انجزش، صدقني احنا ما بدناش على فكرة هذا البرلمان. خد بال حضرتك، احنا بدأنا بالقرارات بقوانين، وبعد القرارات بقوانين، يمكن خدت انت ناقشت كام قانون، صحيح صحيح مئات القوانين، صحيح. خلصنا ده، دخلنا في اللائحة، خدت وقت كبير جدا. وخد بال حضرتك انت بتعمل لائحة لمصر هتمشي عليها سنوات طويلة. بعد اللائحة دخلنا في برنامج الحكومة، بعد كده مناقشة برنامج الحكومة وبيان الحكومة، وبعد كده الثقة في الحكومة، بعد كده بدأنا مناقشة وطلبات الأحاطة فده كله خد وقت. احنا ما بنقعدش، صدقنا احنا بنبدأ. ثانيا انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، قبل كده كان مجلس النواب مثلا بيعقد في اليوم ايه، رفعت الجلسه، تبدا الجلسه انت عارف ليه؟ لا، أيوة. احنا في اليوم لا تزيد عن جلستين، يعني انت ممكن تقعد في الجلسه 5 ساعات او 6 ساعات واستراحه نص ساعه، وترجع تاني 5 ساعات او 6 ساعات، فاحنا ما بنلعبش ولا بنضيع وقت. النقطه الثانيه بقى اللي عاوز اوضحها لحضرتك، انا اتفق مع الدكتور ياسر، لان مصر هي كلام محترم جدا. مصر احنا في فتره حرجه قوي، ومصر مرصوده من الخارج قبل الداخل، فاحنا عاوزين المرحلة المقبلة تمر بأمان. طبعا في معظم النواب برضو، لا أنكر، يمكن ده رأي فردي، معظم النواب اللي موجودين، أو ممكن نقول يعني مش عاوز أقول 60%، لا 50% من النواب عاوزين هيوافقوا على التلت فردي والتلتين قايمة. بعد الأحداث الأخيرة والبعض شايف أن هناك خطر تاهم والخطر بيزيد كل يوم على مصر، البعض بدأ يقتنع أن الانتخابات المحلية تمشي قائمة. خد بال حضرتك هناك تدخل خارجي عشان يبوظوا انتخابات المحليات، ودي معلومة لحضرتك. تدخل خارجي طبعا عشان يبوظوا انتخابات المحليات في مصر. المحليات يا شريف بيه بتروح لأبعد نقطة في الشارع. طبعا. بتوصل ده جوه القرية والعزبة والكفر والنجع، لكن ممكن انتخابات البرلمان مدينة كبيرة مثلا زي أليوب أو مدينة شبيل قناطر ممكن تحسم، وتوقع صراعات يا دكتور، تحسم معركة كاملة. وتوقع صراعات. لكن دي أصلا هي انتخابات داخلية صغيرة، وبالتالي إذا كان الخارج احنا في دماغه زي ما احنا شايفين وعارفين، ففعلا زي ما احمد بيه كلامه مظبوط وتوقعه مظبوط، ان يبقى تدخل الخارج حتى في المحليات اهم له. طب اقول لك على حاجه، ترك ان هم بداوا يتدخلوا عن طريق بعض المنظمات اللي موجوده في مصر في ملف المحليات دلوقتي، وبداوا طيب. يعملوا، لا رغم ان هناك يعني ما فيش كلام، احنا لسه ما وافقناش على القانون، بداوا يعدوا قوائم. مين سمح لك انك تعد قوائم؟ انا